المرحلة الأولى في طريق الزواج هي مرحلة الاختيار، وهذه المرحلة هي أصعب المراحل على الإطلاق، فإن الرجل أو الشاب يتعب تعبا شديدا وهو يقلب أوراقه ويبحث عن نصفه الآخر، والمرأة كذلك تنتظر فارس أحلامها ليأخذها إلى عالم مليء بالطمأنينة والأنس والأمان، والمرأة في نفس الوقت تخاف أن تصطدم بواقع مخيف ومستقبل مجهول، فالعالم مليء بالمفاجآت. والنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا كيف نختار الزوجة الصالحة، فقال عليه الصلاة والسلام: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. هذا الحديث يحكي لنا واقع الناس، فكل واحد في زواجه يبحث عن هدف. من الناس من يهتم بالمال، ومنهم من يهتم بالحسب، ومنهم من يهتم بالجمال. وبين لنا النبي الهدف الأسمى الذي يستحق الاهتمام، ألا وهو الدين. فمن سعادة الإنسان في الدنيا أن يضم الرجل في بيته امرأة صالحة تبتسم له الدنيا بوجودها. يقول عليه الصلاة والسلام: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. وقال علي بن أبي طالب: من سعادة الرجل أن تكون زوجته صالحة، وأولاده أبرارا، وإخوانه شرفاء، وجيرانه صالحين، وأن يكون رزقه في بلده. فيا معشر الشباب، ابحثوا عن صاحبة الدين والأخلاق، فالصالحات موجودات في كل زمان ومكان. وأقول للذي يقول لا توجد امرأة صالحة في عصرنا هذا، أقول له: يا حبيبي، اخرج من المستنقع الذي أنت فيه، فالصالحات لا وجود لهن في حاويات القمامة التي غرست فيها رأسك. ومن أشد أنواع الظلم الاجتماعي هو أن يبحث الأهل عن زوجة صالحة لابنهم السيء. فيا حبيبي، لا تزوج أختك أو ابنتك إلا لشاب صالح. قال رجل للحسن البصري: إن ابنتي خطابها كثر، فلمن أزوجها؟ قال: زوجها لمن يتقي الله، فإن أحبها أكرمها، وإن كرهها لم يظلمها. أيها الشباب، الزوجة هي صديقة العمر ورفيقة الدرب وشريكة الحياة، فأحسن الاختيار. زوجتك سوف تشاركك في أدق تفاصيل حياتك، حلوها ومرها، طويلها وقصيرها، فرحها وحزنها. زوجتك سوف تكون مستودع أسرارك. ويجب عليك أيها الشاب قبل الزواج أن تنتبه جيدا إلى أم زوجتك، فالغالب في البنت أنها تكتسب الأخلاق من أمها، مهما كان مستوى البنت، جامعية أو غير متعلمة. البنت حينما ترى أمها ترعى زوجها ثم تتزوج، تقلد أمها في رعاية الزوج. أما إن رأت أمها تتطاول على زوجها ولا تهتم بكلامه، تشرب هذه العادات مع حليب الأم. الأم الصالحة هي التي تقول لابنتها: كوني له أرضا يكن لك سماء، وكوني له فراشا يكن لك غطاء، وكوني له أمة يكن لك عبدا. فأنا أكرر نصيحتي للمرة الثانية: أيها الشاب، اسأل جيدا عن أم زوجتك، فالأمهات والحموات السيئات خرابات البيوت. فيا أيتها الحموات، دعوا الملك للمالك والخلق للخالق، لا تتدخلوا في حياة الناس، فالبيوت أسرار، وخلف كل جدار حكاية، وفي داخل كل إنسان قصة، ومن تدخل فيما لا يعنيه سمع ما لا يرضيه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه.